الصدق التنبؤي. إن الاختبار الذي يتحقق بالصدق التنبؤي هو ذلك الاختبار الذي تحكم من خلال نتائجه على ما يمكن أن يكون عليه الممتحنون بالمستقبل. وهذا النوع من الصدق لا يرتبط برأي المحكمين كما هو الحال بالصدق الظاهري وصدق المحتوى، وإنما يرتبط بمحك يحسب في معاملة الارتباط بين نتائج الاختبار الذي يتصف بالصدق التنبؤي وبين نتائج اختبار المحك. مثلا نتائج الجامعة تعتبر محكا لنتائج الطلاب في امتحان الشهادة الثانوية العامة. العوامل المؤثرة على الصدق: أولا طول الاختبار، إن عدد الفقرات للاختبار تؤثر في صدقه، وكلما زاد عدد الفقرات ارتفع معامل الصدق. ثانيا معامل الثبات، يؤثر ثبات المقياس في صدقه في انخفاض معامل الثبات، قد يكون دليلا على وجود عيب في الاختبار فيقدم بذلك مؤشرا على انخفاضه. ثالثا عينة الأفراد، عندما يكون أفراد العينة متجانسين في الخاصية التي يقيسها الاختبار فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض معامل الصدق، وعليه من الضروري أن يكون هناك تباين بين أفراد العينة في الخاصية أو السمة المقاسة. رابعا دقة المعيار أو المحك، ويحصل في بعض الأحيان أن يكون للمعيار في الصدق التجريبي علاقة واضحة في الاختبار الذي وضعه الباحث، ولكن عدم الدقة في ضبط العوامل الدخيلة بين الاختبار والمعيار يؤثر على معامل الصدق، فالصعوبة أو السهولة المتناهية للاختبار أو عدم وجود رغبة لدى الطلبة في الإجابة أو ضعف الفقرات في قياس الصفة السلوكية، كل ذلك يعتبر من العوامل الدخيلة التي تؤثر كثيرا وتعمل على خفض معامل الصدق. الثبات، يعد الثبات من المؤشرات الضرورية للاختبارات والمقاييس لكونه يشير إلى دقة الفقرات واتساقها في قياس الخاصية. يعرف الثبات هو القدرة على إعطاء نتائج ثابتة إذا ما أعيد تطبيقه على نفس أفراد العينة مرة ثانية، والاختبار الثابت هو الذي يمكن الاعتماد على نتائجه، وهناك طرق عديدة لحساب الثبات، منها طريقة التجزئة النصفية، طريقة إعادة الاختبار، طريقة الصور المتكافئة، وطريقة تحليل التباين. خصائص الثبات: أولا أنه مفهوم نسبي وليس مطلق. ثانيا الثبات لنتائج الاختبار وليس للاختبار. ثالثا يعطي له تقدير رقمي. العوامل المؤثرة على الثبات: طول الاختبار، زمن الاختبار، صياغة الأسئلة أو الفقرات، صعوبة الفقرات ودقتها، وأخيرا موضوعية التصريح.